الحادثة اللي كانت عرفتها البلاد ديالنا. الحمد لله دازت بخير، حيث كانت هناك مجموعة من المجهودات اللي قاموا بها كسوا المصالح الاستعجالية أو المصالح المركزية، ولكن هذه الكارثة هذه خلتنا نديروا واحد لا ريفليكسيون، أننا خلال هذا المؤتمر نفكروا في الحوايج اللي نقدروا نأميليوغيو إلا كانت قدر الله خلال السنوات القادمة شي كوارث طبيعية واحدة أخرى. من بين هذه الأشياء اللي خصنا نخدموا عليها هي تعليم الإسعافات الأولية للجميع، يعني في المدارس الناس العامين خصهم يتعلموا الإسعافات الأولية. الحاجة الثانية المهمة اللي خصنا نقوموا بها هي نطوروا نظام ما قبل الاستعجالي، يعني القيام بالمرضى أو الجرحى قبل ما يوصلوا للمستشفى، يعني في عين المكان. هذا الشيء كيمكننا بأننا نأميليوغيو زعما البرونوستيك ديالهم، يعني هذا المرضى إلا قمنا بهم قبل ما يوصلوا للمستعجلات غادي نحسنوا من الحالة ديالهم بسرعة. للأسف المغرب مازال تيعرف واحد النقص حاد في أطباء المستعجلات. هناك الأطباء العامين اللي قايمين بواحد المجهودات جبارة في أقسام المستعجلات، ولكن اللي باش نطوروا هذا المجال اللي كيمثل واحد النافذة ديال النظام الصحي في المغرب، خصنا نكثروا من الأطباء الاختصاصيين في طب المستعجلات، نشجعوهم نحمسوا هاد الطلبة لي جون أنهم يقبلوا على هذا التخصص اللي هو تخصص كيبان لهم صعيب بزاف، دونك كيفضلوا تخصصات اللي كتكون ناقصة من كثرة ساعات العمل، من المجهودات المبذولة. دونك خصنا نحفزوا هاد الطلبة هادو باش يديروا هاد الاختصاصات، وكذلك نوصيو الجامعات ديال الجامعات أنها تفتح مناصب ديال الأساتذة الجامعيين بالنسبة للناس اللي داروا هاد التخصص ديال طب المستعجلات، وكذلك نقوموا بواحد المواكبه ديال التكوين المستمر لجميع الفاعلين باقسام المستعجلات، كوسوا الاطباء العامين، الممرضين، التكنيسيان، كاع الناس اللي عندهم صله باقسام المستعجلات وما قبل الاستعجال. انا عندنا جوج ديال الخاصيات، واننا اعطينا اهميه لطب المستعجلات للطفل والمراه الحامل، وكذلك واحد الاهميه خاصه لطب الكوارث. هاد السنة شفنا زلزال الحوز، كان ضروري أننا نقوموا بمجموعة ديال الندوات والورشات في هاد في هاد في هاد الميدان اللي هو طب الكوارث، وقمنا كذلك بمجموعة متوصيات لتطوير هاد الطب هذا، منها تفعيل رقم وطني موحد للمواطنين اللي يقدروا يلجؤوا له في هاد الحالات، كذلك التكوين ديال جو المواطنين في الإسعافات الأولية في مثل هذه الحالات ديال الكوارث، كذلك تفعيل قانون إطار لكي ننظم هذا الميدان ديال طب المستعجلات وكذلك طب الكوارث في ضوء التوصيات ديال الكتاب الأبيض اللي قامت به الجمعية المغربية لطب المستعجلات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.